حالة من الركود الاقتصادي تشهدها الأسواق الفلسطينية في مختلف مدن الضفة الغربية نتيجة عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب ما يزيد عن 160 ألف موظف عقب اقتطاع إسرائيل ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية. هنا لا يجد الموظفون ولا التجار إلا التذمر والخوف من انهيار الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم. بصير مشكلة عامة في البلد وبصير أزمة على المواطنين وعلى التجار وبصير ركود اقتصادي وبتتأثر المواطن وبتأثر الموظف وهي شغلة كثير سلبية. يعني احنا بنمر هلأ بفترة انتقالية بين الصيف والشتاء، الحركة من الأساس ضعيفة ومع قطع الرواتب يعني انعدمت نهائيا. هلأ الوضع الاقتصادي سيء شوي بما انه الرواتب اتأخرت فبأثر على كل المحلات وكل المصالح اللي في البلد، فيعني تأخير رواتب برضو بأثر انه المصالح الثانية ما بتشتغل او بس ما بصير شغل في المحلات. وزير المالية الفلسطيني كان وجه رسالة إلى نظيره الإسرائيلي يطالبه بإرسال كافة الأموال غير منقوصة وأنه لم يعد ممكنا الاستمرار بالنهج الحالي فيما يتعلق بأموال الضرائب. وثمة من يقول إن السلطة الفلسطينية قد تواجه أزمة مالية قد تستمر لما يقارب 3 أشهر قادمة مع التشكيك بقدرة قطاع البنوك إقراض الحكومة لتلك الفترة. على الأقل أنصاف رواتب، لماذا؟ لأنه إجمالي الإيرادات المحلية التي تجبى محليا بعيدا عن أموال المقاصة تشكل قيمتها الشهرية 600 مليون شيكل. في حال قامت البنوك العاملة في فلسطين بإقراض الحكومة قد يكون لمدة الشهر الحالي والشهر القادم، لكن في حال طالت أكثر من 3 أو 4 شهور لن يتمكن القطاع المصرفي الفلسطيني من توفير السيولة اللازمة للحكومة الفلسطينية. وحتى الآن لا يوجد موعد محدد لصرف الرواتب وليس من الواضح نسبة صرفها، إذ أن التوقعات تشير لصرف 50% تزيد أو تقل حسب قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال والتعايش مع الأزمة. على قاعدة رب ضارة نافعة، قد يكون اقتطاع إسرائيل لملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية ورفض استلام السلطة لما تبقى منها فرصة لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية والمالية مع إسرائيل، ولكن الأزمة وعدم تمكن السلطة من دفع الرواتب 160 ألف موظف سينعكس بشكل سلبي على حياة الفلسطينيين اقتصاديا واجتماعيا. ضياء حشية، الغد، رام الله.